وعلى بلادي يا سيدي وعلى بلادي العيون عينيا وصافيا الحمرانية والواد وادي يا سيدي والواد وادي والواد وادي يا سيدي والواد وادي برقية الولاء والإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مولاي صاحب الجلالة، بعد تقديم فروض الطاعة والولاء يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس الرابطة الوطنية لمغاربة العالم للتربية على المواطنة تنمية تعاون شراكة السيد محمد الرقيبي أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة والجالية المغربية بأوروبا وجمعيات المجتمع المدني بجهة دار البيضاء سطات، ونيابة عن باقي الحضور من السيدات والسادة الحاضرون وجميع المشاركين في هذا الحفل الوطني لتثمين والإشادة عاليا بالتدخل السلمي والحازم لقواتنا المسلحة الملكية لتحرير معبر القرقرات وضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص، وكذا الاعتراف التاريخي لأكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وكذا بالقرارات الرئيسية والسديدة لجلالتكم الكريمة والتي نفتخر بها كمغاربة وأمام جميع دول العالم، ونعتبر المساس بالوحدة الترابية خط أحمر ونحن جميعا جنود مجندة وراء جلالتكم للنهوض وبناء مغرب التقدم والحداثة والديمقراطية، والذي ما فتئتم يا صاحب الجلالة تسهرون على إرساء قواعده. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، وأطال عمركم وسدد خطاكم، وأقر أعينكم بولي عهدكم الأمير المحبوب صاحب السمو الملكي مولاي الحسن وجوهرة القصر الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وشد أزركم بصاحب السمو الملكي الأمير المولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! شكرا لجميع الفعاليات، وهذه فرصة كذلك لتثمين جهود بعض الفعاليات الجمعوية التي دائما حاضرة في جميع الأحداث، لأن أصبحنا كذلك شريك في أخذ القرار، ونحن دائما نساند الدبلوماسية الرسمية لصاحب الجلالة. إذا اليوم جئنا لهذه الوقفة كذلك لتشجيع بعض الفعاليات الجمعوية التي تستحق منا كل تقدير وكل احترام، فهنيئا لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح مثل هذه الوقفات التي تعد اليوم تقريبا الخامسة أو السادسة من نوعها، هذا غير على صعيد جهة الدار البيضاء. بالمناسبة أبت بعض الجمعيات تقديم شكر وتقدير لبعض الفعاليات الجمعية، وعلى رأسها أولا كنشكر جمعية النجاح للإدماج برشيد بجهة الدار البيضاء سطات حي مولاي رشيد، شكرا جزيلا للأخت الكريمة على هذه الالتفاتة الطيبة. كنتمنى أن الأخ سي الحناوي يقدم واحد شهادة ديال الشكر وتقدير للسي الرقيبي محمد على هذه المجهودات الوطنية القيمة. تفضل. السلام عليكم، معكم ياسين الشرقاوي رئيس الهيئة الوطنية للمسيرة الخضراء للبنية والشباب. حنا اليوم كنديروا هذا النشاط هذا اعترافا بالولايات المتحدة الأمريكية الصحراء المغربية. حنا ناشطين فرحانين بهذا النشاط هذا بمشاركة جميع المجتمع المدني ديال عمالة جهة الدار البيضاء سطات، الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكنشكروا الجميع وكنشكروا جميع السلطات على رأس السيد عامل صاحب الجلالة على مقاطعة عمالة الدار البيضاء أونفار، كذلك السيد والي الأمن وجميع السلطات المحلية. شعارنا الله الوطن الملك.
رئيسة رابطة جمعويات بلادي، ونحن جئنا اليوم من أجل يعني الوقوف بجانب إخواننا رابطة مغاربة العالم من إيطاليا اللي نظموا هذه الوقفة بمعية مغاربة فرنسا، وكذلك مجموعة من فعاليات ديال المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء، منها رابطة جمعويات بلادي اللي حاضرت بقوة، وكذلك نشكرهم على المساندة وعلى الدعم الإعلامي اللي الحمد لله قاموا به. اليوم احنا جينا يعني تتمين لانتصارات المغرب لتطهير معبر القرقرات وفتح معبر القرقرات، وكذلك إشادة هذا المجتمع المدني الحاضر اليوم بالدعم ديالو بالتتمين ديالو لجميع القرارات ديال سيدنا، خاصة في هذه العمليات الأخيرة ديال الانتصارات والتحقيق ديال الانتصارات ديال الدبلوماسية الرسمية. جينا كدبلوماسية موازية كذلك لتتمين هذه القرارات هذه، وحضورنا الحمد لله اليوم هو حضور مشرف، لأن ماشي هذه المرة الأولى، بل تعتبر هذه تقريبا الوقفة كنظن الخامسة أو السادسة اللي شاركنا فيها كمجتمع مدني، وكنتمنوا إن شاء الله مازال من الوقفات ومازال من الدعم، ونحن دائما جنود مجندة وصاحب الجلالة كمجتمع مدني وكشعب، وهذا كيدل على التحام الشعب بالملك، وكذلك الصحراء مغربية وهي خط أحمر وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معكم الأخ نصر الله صلاح الدين، فيدرالية ودادية العمال والتجار المغاربة بفرنسا. جينا فرحانين هنايا من فرنسا باش نوقفوا هذه الوقفة الاحتفالية بداك الشيء اللي نصروا سيدنا، اللي دولة أمريكا اعترفات بالمجهود ديال سيدنا. حاجة وحدة اللي خاب الظن ديالي فيهم وهما هاد الناس ديال الجماعات اللي كيتهربوا منا، ما بغاناش واش ما بغوناش نديروا هذه الوقفة، وصورة ديال الملك ما عطاوهاش لينا، واش هادي حقرة ولا شنو هي هادي؟ ما فهمتش أناش صورة ديال الملك الضو ما عطاوهاش لنا باش نخدموا. بدينا اتصلنا بهم، عندهم كل شيء، عندهم الحاجيات ديالنا كل شيء، كنا في الدروة تعاونوا معنا، كنا بن سليمان تعاونوا معنا، مشينا سميتها البرنوسي تعاونوا معنا، مخلينا فين مشينا كراج علا درنا واحد حاجة رفيعة، وجينا حتى لهنا وحنا ولقينا واحدين دابا حتى الضو ما عندناش واش نخدموا. السيد الرئيس ياك ما جيتي في واحد الوقت اللي غير مناسب، مع هاد الفيضان ومع لا واخا الفيضانات، ما تعطينيش اخويا الضو، ما تعطيني الصوره ديال الملك، واش انا ماشي خصني نفرح ولا لا؟ نعم السيد الرئيس، بغيت الصوره ديال الملك ديالنا يجيبوها يحطوها علينا. حنا طلبنا في درب السلطان عطاونا الصوره ديال الملك، جابوا لنا الصوره ديال الملك، انا كنطلب في صوره الملك ما جابهاش ليا. حقو يجيب لي انا ديالي هذيك ديالي انا، انا جاي من اوروبا باش نفرحنا بهذاك الشيء اللي دار لنا سيدنا، وبغينا الصوره ديالنا تكون عندنا هنايا. راه عيب وعار هذا الشيء. الا ما بغاوش يتعاونوا معنا يقولوا لنا من الاول ما يخليوناش حتى نبدا نجري ونجاريو. والسلام عليكم، ولكن اللي كنقول لكم الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه، احب من احب وكريها من كريه، وكيبقى ديما شعرنا الله الوطن الملك. الجاليه كتعرف غير الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمتطوعين المسيرة الخضراء وبالمشاركة مع الرابطة ديال مغاربة العالم كنقوموا بحفل ديال إعلان الدولة الأمريكية بالصحراء المغربية، وبما أننا اليوم هذا اليوم كبير عند الله كنجتمعوا مع إخواننا في الخارج مغاربة المهجر، وهذا الاحتفال غادي يمشيو به إن شاء الله غدا إلى القرقرات، بس يوم 11 يناير يوم تحرير وثيقة والتوقيع على وثيقة الاستقلال اللي توقعات في الدار ديال الحاج احمد مكوار اللي هو جدنا رحمه الله، غادي نكونوا ان شاء الله في القرقرات، وغادي نتصلوا بكم ان شاء الله من بعد. وهذا حنا دائما كنتذكروا المغفور له حسن الثاني رحمه الله الذي كان على علم ان اخر هذا المطاف وهذا التلوي ديال الجزائر وديال البوليزاريو اللي ما كنعرفوهمش، اخيرا الصحراء راه تبقى دائما مغربيه، لان الحسن الثاني رحمه الله كان لقى سؤالين فقط،
الولايات المتحده نهار كان كيطالب بالصحراء. وهاد السؤالين هي اول حاجه كيقول واش هاد الصحراء كانت خلاء يعني فارغه ما فيها حتى شي واحد. قالوا لا. اذا من كانت تابعه الاجداد ديالنا حنايا العلويين. ومن بعد عاوتاني السؤال ديال الثاني هو هاد البوليزاريو منين تخلقوا؟ اذا الجزائر كتناور ولكن اخيرا راه شفت اخر هذه الصفعه اللي خادت. وحنا راه كنقول لهم دائما خاوه دائما مغاربه دائما الصحراء في الدم ديالنا ما غاديش نسامحوا ولو في حفنه رمل من الصحراء لاي وجه كان. والصحراء مغربيه وخا تبقى ان شاء الله مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وشعارنا الدائم هو الله الوطن الملك. كان معكم حسام كوار ممثل الرابطه ونائب رئيس مجمع ديال المتطوعين مسيره الخضراء الدار البيضاء. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.